اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في حفله العاشره بتتويج الاهلي. والحقيقه اللي الاهلي عمله النهارده في ملعب مختار التتش لكل جماهيره واعضائه، اشعر كل الاهلاويه بالفخر، بالزهر، بالفرحه، بالبهجه. بقد ايه ان انت اهلاوي؟ ارفع راسك انت اهلاوي، دي مش مجرد كلمه، لا، افرح لانك اهلاوي. ودايما وابدا زي ما قلت لحضراتكم، وراء كل هذه الانجازات الكبيره جدا، وراء حتى كل هذه الاحتفالات الكبيره، جهود ناس كبيره. لولا ان في مجلس اداره بعد من دوره لدوره، يعني لو استعرضنا ميزانيه النادي الاهلي في كل سنه هي تقريبا بتتضاعف. مؤكد ان ورا ده جهود ماليه كبيره جدا، من بينها امين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي، امين صندوق النادي الاهلي، كان مع الزميل كريم احمد في ملعب مختار التتش. نشوف مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه، حفله رائعه ومميزه جدا، يستحق النادي الاهلي ومجلس ادارته اكتر من كده كمان الحقيقه، على الشغل الكبير والصعوبات والضغوطات الكبيره جدا اللي كانت الفتره اللي فاتت. يسعدنا في هذه اللحظات طبعا يكون معانا امين الصندوق، طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ خالد الدرندلي. بنبارك لكم وبنحييكم وبنهنيكم الحقيقه على المجهود الكبير خالد بمجلس الاداره، الكل الحقيقه اشتغل بشكل كبير. النجمه العاشره على التيشيرت دي هي نجمه، لكن دي مجهود كبير جدا يا خالد بيه الحقيقه الفتره اللي فاتت. بارك لك وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. هي مجهود كبير مش من مجلس اداره بس، مجهود كبير من اعضاء النادي واعضاء الجمعيه العموميه والجمهور واللعيبه والجهاز الفني والاداري والعاملين، زي ما قال الكابتن الخطيب. يعني احنا ده تضافر ما بين مجهود كبير جدا اصفر دايما الحمد لله بنتائج بتشرف مصر، بتشرف الكره الافريقيه، وبنقول ان احنا بنوصل للعالميه. فان شاء الله بنحلم ان احنا يبقى في ال 11 وال 12 والاجيال اللي بعدينا، ونفسنا بقى ان شاء الله تشريف مصر في كاس العالم للانديه الجاي بتكون بقى بمركز احسن. احنا دايما في تقدم، وزي ما شايف كده النادي الاهلي لما بيعمل حفله بيعمل حفله بيجيب بالاخر يعني. لا الحقيقه حاجه مشرفه وحاجه تفرح، وكل ده اتعمل في اربع ايام، مجهود كبير جدا من الاداره التنفيذيه، وكابتن خطيب طبعا هو اللي اشرف على هذه الاحتفاليه، ونامل ان شاء الله انها تكون سنويا باذن الله. كمان يمكن النقطه المهمه جدا وهو على هامش الحفل الحقيقه، شوف مهندس بحر مرغب، شوف المهندس عادل القيه وتكريمه والمميز، قامتين كبار جدا الحقيقه مع جيانه مع الكل، حاجه رائعه جدا يا خالد بيه. بص زي ما بيقولوا الاهلي ما بينساش ولاده، دول رموز وعمره الناس دي مش هتتكرر، ونامل ان يكون في اجيال ثانيه، بس الرموز دي لازم تتكرر ولازم تاخد حقها. في ناس كثيره جدا لسه في الدور، يعني طبعا احنا انا يشرفني ان انا كنت قاعد جنب الكابتن حسن حمدي النهارده، وده طبعا في تكريم كبير ليه هو الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله قريبا. فدي حاجه النادي الاهلي اتعود عليها، وتقليد جديد ان احنا بتقدم قلاده النادي الاهلي، فدي حاجه ان شاء الله يا رب دايما تدوم لاجيال واجيال واجيال يعني ان شاء الله. الف شكر. شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للمهندس خالد الدرندلي، طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي وامين الصندوق. الحقيقه حاجه رائعه جدا وحاجه مشرفه جدا وفخر الحقيقه ان انت تكون اهلاوي، وما تشوف التنظيم وتشوف الوجوه وتشوف النجوم اللي كانت متواجده الحقيقه في تدشين النجمه العاشره للنادي الاهلي، تحس بالفخر والسعاده. هو ده قيمه وعظمه جمهور النادي الاهلي. الحقيقه يوم رائع ومميز جدا، ويا رب ان شاء الله تكون احتفالات واستمر النادي الاهلي في الحصول على القاب عديده، ونشوف النجمه ال11 وال12 والقادم افضل ان شاء الله لكل نجوم النادي الاهلي وكل فريق النادي الاهلي.